السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح تبدأ حرب الأساطير اللي هم 93 مع 65، وذكرنا أن هذه الحرب فيها عدة تحديات، أولها كسر انتصارات 93 اللي استمرت من عام 2021 اللي استمرت حتى يومنا هذا، فما شاء الله تبارك الله عليهم طبعا. وعندنا سبب آخر اللي هو ثأر شخصي ل 65 اللي هو لما كانت حليفة 60 اللي هي 93، ففي تحديات كبيرة صراحة، في تواعد، في إثبات أني أنا المملكة الأقوى، أنا اللي قادر أطوح حلفائي لمصلحتي. فاليوم راح نتكلم عن سيناريوهين هم المتوقع أنهم يصيرون عموما، ولكن كل سيناريو له ضريبة. فنبدأ بسم الله اللي هو استعراض للسيناريو الأول. السيناريو الأول، هناك من يرى أن حلفاء 65 المفترض أنهم يطلعون أمام 93 في محاولة للدفاع عن المعابر المؤدية للمناطق أو المنطقة اللي ما قبل بلاد الملك، مع الرغم أن لها معابر أخرى، ولكن يرى في هذه الحركة استنزاف ل 93. هذا واحد. واثنين، يرى أن في قدرة وإمكانية للصمود أمام 93. فما أدري أنتم كمتابعين وش رأيكم بهذا السيناريو. السيناريو الثاني اللي هو بيكون في تحفظ أكبر إلى منطقة ما قبل بلاد الملك. ما هو السيناريو الأفضل لمصلحة اللي هو 65 و 93 وحلفائهم؟ شاركونا أراءكم بالتعليقات، ويعطيكم العافية على المتابعة. نراكم على خير، في أمان الله.